وتمضي بنا الآمال والطموحات والأحلام، شموس وأقمار، أحداث ووقفات وأقدار، وبين النجوم وكواكب السماء نسافر معا، نطرق أبواب النهار لنحصد معا حصاد الأيام. اسم تعيه ذاكرة الدبلوماسية الكويتية، وتتحدث الأخبار عن رجل انطوت الدنيا في حقيبته التي حملها كثيرا حوالي 40 عام قضاها خارج دولة الكويت ما بين الدراسة والعمل الدبلوماسي. اليوم يعود لبلده وديرته بعد هذا المشوار الطويل. إنه السفير غازي محمد الرئيس، الذي ولد في الكويت عام 1937 للميلاد، متزوج ولديه من الأبناء 4، خريج معهد المعلمين في بغداد عام 1955، ليسانس علوم اجتماع القاهرة عام 1961، أصبح سكرتير ثالث للسفارة الكويتية في واشنطن عام 1962، ثم سكرتير ثاني في السفارة الكويتية في بيروت عام 1965، ثم رئيسا لقسم الشؤون الدولية بوزارة الخارجية عام 1967. رقي إلى درجة سكرتير أول عام 1969. عمل في سفارة دولة الكويت لدى لبنان عام 1970. رقي إلى درجة مستشار عام 1973. رأس البعثة الدبلوماسية لدى دولة البحرين بلقب سفير فوق العادة مفوض عام 1973 للميلاد. رقي إلى درجة وزير مفوض عام 1975. رأس البعثة الدبلوماسية لدى المملكة المتحدة بريطانيا بلقب سفير فوق العادة مفوض وسفير غير مقيم لدى النرويج والدنمارك والسويد من عام 1980 إلى عام 1993. في عام 1982 رقي إلى درجة سفير. في عام 1993 أصبح سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية، وفي عام 1995 أصبح مدير مكتب المتابعة والتنسيق ومدير المراسم، وفي عام 1998 أصبح سفيراً لدولة الكويت لدى إيطاليا. أهلاً ومرحباً بكم في لقاء جديد من برنامج حصاد الأيام. لعل أبرز ما في هذا البرنامج هي تلك الذكريات التي نقتطفها بمنجل ذاكرتنا لنحاول أن نتعرف عن كثب على شخصيات أولئك البارزين والناجحين في مجتمعنا، والذين يشار إليهم بالبنان عبر تجارب قد تفيد كثيرا الآخرين، لأنها ليست مجرد تجارب شخصية، بل قد تتعدى أحيانا لتصل إلى دروس في فهم الحياة وفي مواجهة كثير من العقبات للتغلب عليها وللوصول إلى القمة. لعل بداية هذا اللقاء أتذكر قول الإمام الشافعي عندما قال: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب
فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده، وإن ساح طاب وإن لم يسح لم يطب. رحبوا معي بضيفي حلقتنا لهذا اليوم سعادة السفير غازي الرئيس. فيصل، سعداء جدا بمحاورتك عبر هذا البرنامج، ولعلنا نفلح عبر هذا البرنامج في استعادة بعض الذكريات الجميلة والتي قد تعيها أذن واعية، وبالتالي يترتب عليها كثير من النجاحات لآخرين قد ينشدون النجاح. شكرا أخ فيصل، وأنا يسعدني جدا أن نلتقي اليوم ونتبادل الرأي والذكريات. أبدأ من النهاية، ماذا أعطتك كثرة الأسفار والترحال؟ أعطتني ثروة لا تنضب من الأصدقاء والذكريات، وهذه أعتقد هي ثروة الإنسان الحقيقية. ثروة الإنسان الحقيقية في كثرة الأصدقاء، في كثرة الأصدقاء والمعارف في مختلف البلدان. وأصدقاء الدبلوماسية، هل هم أصدقاء حقيقيون كما يقال؟ والله هناك حقيقيون وهناك غير حقيقيون، يجمعنا العمل ونفترق، فمنهم من تبقى في ذاكرته صورتك ومنهم من تذهب صورتك مع الأيام. نعم. ماذا علمتك الأيام؟ بماذا خرجت من هذه التجربة الطويلة، كثرة الأسفار، مقابلة وجوه كثيرة، وجوه اختفت في الزحام، وجوه أخرى تخرج من بين الزحام، ماذا علمتك وكيف صقلت هذه الأسفار وكثرة الترحال شخصية السفير غازي الرئيس؟ ما في شك أن الإنسان يبدأ صغير وتتكون عنده تجارب بمرور الزمن، ويزداد أصدقائه وتزداد تجاربه بتنقله من مكان إلى آخر. بعض الأحيان يكون التنقل مؤلما، ومع ذلك يقول الإنسان في نفسه لعل في المكان الآخر شيء أحسن مما تركت. فأنا دائما لا أنظر إلى الخلف، دائما أنظر إلى الأمام، وأقول إن المستقبل أكثر إشراقا مهما كان. بالطبع. نقفز إلى البدايات، متى راودتك أول فكرة للسفر والترحال عندما كنت صغيرا؟ أول مرة سافرت فيها وأنا في أول ثانوي في المباركية، عندما ذهبنا في عطلة الربيع إلى القاهرة. كانت الوزارة أو دائرة المعارف في ذلك الوقت ترسل مجموعات من الطلبة إلى بلدان عربية أو حتى أجنبية، فكان من حظنا أن نذهب إلى القاهرة مجموعة كبيرة، ولأول مرة أركب الطائرة في حياتي، وكانت سنة 53. صف لي هذا الشعور سعادة السفير، الصعود إلى الطائرة لأول مرة ورؤية مصر التي سمعنا عنها كثيرا. شيء طبعا في ذلك الوقت، بالطبع. في ذلك الوقت نعم. لم يكن الطيران متقدما جدا، وكانت الطائرة لتذهب إلى القاهرة تنزل في بيروت وبعدها تستريح لمدة ساعة أو ساعتين وتطير مرة أخرى إلى القاهرة. الرحلة أخذتنا أكثر من 7-8 ساعات. نعم. وكنا مجموعتين في طائرتين، والمطبات لأول مرة الإنسان يشعر أن في الجو مطبات كما هي على الأرض. ففي قبل الوصول إلى بيروت هبطت الطائرة يمكن 500 قدم، وكانت هذه تجربة غير مسبوقة بالنسبة لي، لم أمر بمثل هذه. حتى المدرسين الكبار الذين كانوا معنا اصفرت وجوههم، فيعني مشاعر مختلطة، الواحد يشعر أنه رايح إلى بلد آخر ويتطلع إلى، وفي نفس الوقت يرى أن الرحلة
كأنها خطرة وكأنها ستودي بحياة الإنسان. نعم، كانت جميلة مصر بنظركم في ذلك الوقت. مصر فعلا لم نكن نعرف غير الكويت، فعندما انتقلنا إلى مصر ولأول مرة في حياتي أنا أرى عمارات شاهقة، تعتبر شاهقة، نعم، يمكن 8 أدوار أو 10 أدوار بس كانت تعتبر شاهقة، وكانت الشوارع طبعا مرصوفة وتغسل بالليل بالصابون، وفي مسارح وفي سينمات وشغلات من النوع. لم نكن يعني لم يكن المنظر مألوفا بالنسبة لنا. كانت أتساءل عن البيت الذي نشأت فيه، من ساهم في تكوين شخصيتكم منذ الطفولة؟ بطبيعة الحال الأب والأم هم الذين يساهمون في تكوين شخصية الإنسان. أنا أتيت من عائلة متوسطة، والد والدة، وإحنا 6 إخوان وأختين. ولدت في الشرق وتعلمت في المدرسة الشرقية، ثم انتقلت إلى المدرسة المباركية بالنسبة للثانوي. احنا في السابق لم نكن ننتقل من الفريج، يعني كنا محصورين في نطاق معين، حتى الانتقال للمباركية يعتبر نوع من الانتقال والسفر، فشروا لي قاري وقمت اروح بالقاري الى المباركية. نعم، هل تذكر بعضا من الوجوه البارزة ممن كانوا معك في تلك الفترة في المدرسة؟ والله كل الإخوان الذين أصبحوا بعد ذلك وجوههم بارزة، يعني يحضرني الأسماء اللي من فريجنا، من منطقتنا، مثلا سعد الناهض كان أحد، عبد الحميد بعجان كان زميل من زملائي الدائمين، كنا زملاء مع بعض في المباركية. نعم، وانتقلنا حتى في العمل بالسلك الدبلوماسي، سليمان ماجد الشاهين، علي هلال الله يرحمه، فجحان هلال، يوسف النصف، يوسف نصف اليوسف، وكثيرين زملاء دراسة، منهم من توفي الله يرحمهم، ومنهم من هو موجود وندعو له بطول العمر. المرحلة الثانوية، مرحلة الثانوية درست في المباركية، ثم بعدها انتقلنا إلى الشويخ. المباركية أول ثانوي وزعوها إلى تجاري ومعلمين، وكانوا يدفعون مكافأة 250 ربية لكل من ينضم إلى صف المعلمين، فتكالبنا على الدخول إلى صف المعلمين، وكان عددنا يمكن 85 شاب. دخلنا إلى صف المعلمين، وفي السنة الثانية اختفى معظم الإخوان وبقينا 7. فقررت دائرة المعارف إن ما تستمر في فتح صف لنا مع وضع كادر تعليمي كامل، وقررت إرسالنا إلى الخارج إلى بغداد في ذلك الوقت. إذن هنا كانت أول رحلة رسمية نعتبرها. صحيح، هذه كانت أول رحلة ابتعاث إلى بغداد للدراسة في دار المعلمين، وكنا أنا والأخ عبد الحميد البعجان والله يرحمه، حمد حمدان الصريع، وعبد الله راشد السيف، بس كان يدرس ثانوي وبعد ذلك دخل الكلية الحربية، سالم درويش الصالح، عبد الأمير بهبهاني. في أي سنة كان؟ هذا كان سنة 53 54. نعم، هذه السنة الدراسية. أنا دخلت دخلت إلى ثانوية الشويخ بعد ما راحوا ربعي قبلي. أنا كان عندي علم متخلف،
فأخذت العلم ونجحت ودخلت الشويخ، وهم أجبروهم أن يروحون إلى بغداد. راحوا بس لسوء الحظ أنه صار عندهم هناك اضطرابات طلابية ومظاهرات، فعلى طول أغلقت الجامعات والمدارس، فعادوا واحتجوا عند الله يرحمه عبد العزيز حسين، وقالوا له ما احنا رايحين إذا ما يروح معنا فلان. اشمعنا فلان دخل الثانوية بشويخ وقبلته وقعدته. فناداني عبد العزيز حسين وقال لي لازم تروح مع ربعك إلى بغداد، فاضطريت أروح معهم. هذا كان في الخمسينيات. 53. 53. وإلى متى ظللتم في بغداد؟ ظلينا لغاية 55-56 سنة دراسية، 55-56 تركنا 56 وذهبنا إلى القاهرة قبل العدوان بحوالي أسبوعين أو ثلاثة. العدوان الثلاثي على مصر. نعم. بعد تأميم قناة السويس. نعم. أيضا يعني بالرغم من أن احنا درسنا في بلد عربي ومغتربين، إلا أن البلد جديد ومكان آخر ولهجة أخرى. هنا أريد سعادة السفير أن أتوقف عند هذه النقطة. درستم في بغداد في ظل الملكية. نعم. ودرستم في القاهرة في ظل الجمهورية. الجمهورية. نعم. وما بين وضعين سياسيين على النقيض، طرفي نقيض تماما. كيف كنتم كطلبة بين تجاذب فكر في بغداد وفكر على النقيض منه في القاهرة؟ أين أنتم؟ صحيح، الواقع العهد الملكي في بغداد في ذلك الوقت كان بطبيعة الحال تشعر بالاستقرار وتشعر بالتقدم وتشعر بمظاهر الأبهة وكل شيء. في نفس الوقت ما كانت في حرية رأي موجودة، يعني كان هناك نوع من الخوف المستمر من الأفكار اليسارية المتطرفة. فمن يتهم بالشيوعية ينتهي ويختفي، فكان في حكم بوليسي أيضا مقنع هناك في بغداد. وأنا تعرضت شخصيا لتجربة كانت بالنسبة لي غريبة، حيث حضرت في يوم من الأيام راجع من يعني دار المعلمين، وإذا بفتاة تقف على رأس الشارع وتحذرني من الذهاب إلى البيت. أنا كنت ساكن بروحي ومعاي عبد الله سيد رجب الله يرحمه وعبد الله راشد السيف، وهم في الكلية العسكرية. فيوم بالأسبوع مرة لما فقالت لي لا تروح البيت لأن الشرطة ناطرينك، ما أروح بيتي. فرحت أنا، لقيت ثلاث أشخاص، واحد قدم نفسه قال أنا المختار، واحد لابس عسكري قال شرطي، واحد لابس مدني قال أنا الضابط. إحنا عندنا أمر نفتش بيتك، أنت شيوعي وتوزع مناشير بالليل. قلت أوه. فطبعا يعني ما كان عندي خيار آخر، قلت لهم تفتشون بيتي أهلا وسهلا، لكن كل الأوراق اللي معاكم تحطونها برا. عندي ريال شايب يشتغل عندي، قلت له أقعد عند هالأوراق. لا، ما تأمن فينا، ما تثق فينا. قلت له مو مسألة تثقون فينا. من أين وأتتك هذه الفكرة سعد سفير؟ سمعت من إخوان أو من أصدقاء إنهم بعض الأحيان يدسون على الناس، على من يريدون الإيقاع بهم بعض المناشير ويتهموهم بهذا الشيء. فدخلوا للتفتيش، فتشوا حتى المخاد، فتحوها الكتب كلها. طبعا كتب في عندهم كتب ممنوعة، من يوجد معه كتاب ممنوع خلاص يروح فيها، يصبح ممنوعا. يصبح ممنوعا.
وجد في أحد الكراسات موضوع الأطفال المشردين، قال هذا موضوع شيوعي. قلت له والله موضوع شيوعي، روح حاسب المدرس اللي أعطانا هذا الموضوع نكتب عنه. قال حطوه على جنب هذا المكتوب. طيب بعدين جاء إلى جهاز أكورديون، يعني كانوا يعلموننا موسيقى وهذا، والحكومة تصرف لنا، يعني حكومتنا تصرف لنا أي أداة نحتاجها، يعني يشترونها لنا. فقال لي هذا شنو؟ قلت له هذا أكورديون. قال شلون تطبعون على المناشير؟ قلت له هذا أكورديون. قال أدري بس شلون تطبعون على المناشير؟ قلت له زين. طلعته ويص 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 زين. قال ها. فتش كل شيء وبعدين قال خلاص انت صارت عندك مناعة، منت متهم بأي شيء ومع السلامة. صرنا أصدقاء، يقول صافحني وراح. بعد أسبوعين يعني بالليل قال لي أبيك تدليني بيت عبد الحميد بعجان. قلت له والله ما أدل بيته. بس قال زين شلون شكله؟ قلت له أتي باكر الصبح للمكان اللي ندرس فيه احنا في دار المعلمين، وانا يعني اشاور لك عليه، اقول لك هذا عبد الحميد بعجان. قال زين اتفقنا. راح، انا عبد الحميد ساكن يمي مو بعيد، رحت للبيتهم ولا عند امه مسكينه كانت يعني مره عجوز قاعده معاه. قلت لها وين عبد الحميد؟ قالت مو موجود. قلت لها وين مكتبته؟ ورتني المكتبه وعندها فرن مع الحمام، شاب واخذ الكتب وشايس في عبد الحميد مغرم بقراءة الكتب الممنوعة، أي كتاب من هالنوع يودي السجن 6 أشهر. حركت لكل الكتب. رد البيت يا زعلان ليش سويت؟ لا اللي حصل كذي كذي، وباشر ترى من الصبح جايين عشان ياخذونك لل، عندهم كانت تسمى الشعبة الخاصة. يا إلهي تسمية مخيفة. تسمية الشعبة الخاصة. فهي بالفعل هذا كل الشعب تغلق إلا هذه الشعبة. الشعبة الخاصة. فهي هذا الرجل، وقلت له هذا عبد الحميد، وكان جاي شو اسمه، فخلاه يدخل إلى الكلية، وبعدين راح استأذن من الناظر حتى. فالناظر لما راح لهذا يقول له نبي فلان للشعبة الخاصة، صفر ويه ايش مسوي؟ يقول له انت شو؟ خذوا الولد وراحوا معه. الحين عندنا ايضا في حيص بيص شو نسوي يعني. فبدأنا نتصل بمعارفنا من العراقيين اللي آبائهم ضباط او شيء وهذا، على أساس يطلعونه. فاتني أنا أقول إنه لما كان يفتش يا راعي البريد، ساعي البريد، يحمل مجلة أو جريدة الإيمان اللي كان يصدرها النادي الثقافي القومي. الأستاذ أحمد السقاف كان يدز كل ما يطلع عدد يلف لنا مجموعة ويدزها. فاستلمها الشرطي، قرأ ولا الإيمان؟ قال يا أبا هذول مسلمين، ما قلت لك دمشي امشي امشي. هذه اللي فكتنا، مع أنه لو فاتحها كان فيها كاريكاتير نور السعيد تكرم راكب أحمر بالمنكوس ومتوجه إلى هاوية، فلو فاتحها كان رحت في داهية. لكن أشو أنه ما فتحها وقال له امشي امشي. هذيل أقول لك كان هذول مسلمين وخلاص. سعادة السفير تصرفت بحكمة وبنوع من الخبرة وفيها من نوع من الفتنة، فهل من كان هناك يعطيكم بعض
النصائح والإرشادات في التعامل مع أي دولة تذهبون إليها؟ ما في شك أن يعني قبل لا نروح إلى أي مكان كان الأخوان المسؤولين أو المشرفين على البعثات كانوا يعطون بعض النصائح، لكن الواحد يكتسب هذه الأشياء من خبرته ومن اتصاله وما كنا نسمعه. رغم صغر سنكم في ذلك الوقت يعني. إيه بس يعني أيضا اللي كنا نختلط فيهم يتكلمون عن أقارب لهم أو أناس اختفوا أو عذبوا أو يعني لاقوا معاملة مهينة، فكنا حذرين في، وخاصة أن احنا يعني مواطنين في البلد، تقول يعني يا غريب كن أديب وتفادى الوقوع في أي نوع من يعني الصدام أو من كسر القانون. سعادة السفير، وفي مصر التي كانت على طرف نقيض من بغداد، كيف كنتم تتعاملون مع شعب يعيش الثورة في أول أيامها أو أول سنتين من سنواتها؟ أول شيء احنا ككويتيين لنا مجتمعنا الخاص ومعانا إخواننا الآخرين للخليجيين، كان اتحاد الطلبة موجود، واحنا لما رحنا لقينا نفسنا داخلين في هذا الاتحاد ونتبادل الرأي، وكنا كلنا كشباب مع الثورة في مصر، ما كنا يعني كان قلائل المعارضين لها، أما الباقين في معظمنا كلنا ناصريين وكنا مع الثورة، ويعني دخلنا في النسيج المصري بسهولة. حيثما يجري النيل تجرون معه. نعم. بعد هذه المرحلة لا شك تلتها أزمة بين النظام الحاكم في بغداد عبد الكريم قاسم، عندما استقلت الكويت وقد شكل أول أزمة حقيقية بين دولتين عربيتين، كيف عشتم هذه الفترة؟ هذه الفترة كانت من الفترات العصيبة جدا، وكنا متألمين جدا كشباب يعني يتكلم عن البلاد العربية كبلاد واحدة وبلاد يعني ملتصقة ومتعاونة مع بعضها البعض دون نوع من الإجبار أو من التخويف باستعمال القوة. فكان هناك نداء اللي يبي يتطوع في الدفاع عن الكويت يتفضل، فمعظم الطلبة تطوعوا وردوا، ردينا في طائرة من طائرات عبر البلاد العربية في ذلك الوقت كانت، وجينا إلى الكويت بالصيف، كان هذا التهديد، وجينا الكويت، وهذا تشكلت هناك يعني مجموعات حراسة في المناطق، بس كانوا اللي أكبر من عندنا اللي عندهم شوازن واللي عنده شيء ويركبون وانيتات ويدورون بالمناطق على أساس أنه نوع من الحراسة، وكنا نأمل مثلا أنه يكون هناك نوع من التدريب لنا للدفاع عن بلدنا، إنما وجدنا أنه ما في داعي لذلك. الحكومة قالت لنا أن القوات البريطانية وصلت من البحرين في ذلك الوقت، بعدها قوات الجامعة العربية، وصار في يعني نوع من تشكلت قوات نعم. للدفاع عن. كيف تنظرون لتصرف المغفور للشيخ عبد الله السالم في إدارة هذه الأزمة؟ والله الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه كان يعني بعيد النظر جدا، وأدار القضية بشكل جيد، وعندما استدعى القوات البريطانية أو سمح بقدوم القوات البريطانية ووجد أن هناك الجامعة العربية تتكلم عن استعدادها لإرسال قوات عربية، قال لهم حياكم الله أهلا وسهلا، نحن لا نعارض
أن يدافع عنا إخواننا العرب، وحلفائنا البريطانيين مستعدين أنهم ينسحبون ويدعمون القوات إذا احتاجت إلى. فكان رجل بعيد النظر جدا، ووجد أن عبد الكريم قاسم أصلا كان يريد أن يصدر مشاكله إلى الخارج ويلفت نظر العراقيين إلى الخارج، لأنهم كانوا فعلا كان هناك صراع داخلي كبير وهو يؤلب فئة على فئة. فأراد أنه والله بادعاء أن الكويت جزء من العراق. سعادة السفير، هل هي فكرة ناجحة أن يلجأ زعيم أي دولة يعاني من مشاكل داخلية أن يقع في مشاكل أخرى مع جيرانه أو مع دول أخرى مثلا؟ هل هي فكرة ناجحة؟ هل تكشفها بسهولة الشعوب؟ هي ليست فكرة ناجحة وليست فكرة مرحب فيها من شعوب، والشعوب تضحك عندما يحاول بعض الحكام تصدير مشاكله ولفت أنظار الناس إلى الخارج. الناس ليسوا يعني بهذه السذاجة بحيث يقبلوا بخلق مشاكل خارجية للتغلب على المشاكل الداخلية. لا شك أنكم عشتم في المجتمع العراقي في بغداد وتكونت لديكم صداقات مع الشعب العراقي، كيف كانوا ينظرون لمثل هذه التصرفات؟ أقول لك مثلا لما كان طرح حلف بغداد، نعم، وكانت طبعا القاهرة ضد الحلف هذا تماما، وكانت محطة صوت العرب تسمع والعراقيين يستمعون لها بكثرة، وبنفس الوقت كان هناك حوادث المجر في ذلك الوقت. كنا قاعدين في قهوة في العظمية، هناك كان ممنوع القهوة تحط الراديو على محطة غير بغداد، ففجأة قام واحد منهم ونادى على الشخص المسؤول في القهوة، قال له يا أخي حط الراديو على بغداد خل نسمع شنو صار بالمجر، ظل بالي على المجر ما أدري صار بيها. طبعا الراديو على بغداد معروف أنه ما يتكلم إلا عن المجر ولا يتكلم عن مصر وعن ما حصل في يعني تأميم قناة السويس وهذا. فضجت القهوة كلها ضجت بالضحك لأن عارفين ما هو المقصود. فكان الشعب العراقي متعاطف مع الشعب المصري تماما، والروح القومية كانت والشعور القومي كان عالي جدا، وبنفس الوقت كانت نقمة على نور السعيد لأنه يريد أن يعني يجرجر العراق للتوقيع على الحلف الثلاثي في ذلك الوقت. سعادة السفير، عدتم إلى الكويت وثمة أحلام تراودكم بالانضمام إلى المجلس التأسيسي الذي وضع الدستور وشرع أو وضع القواعد الأساسية للعمل في الكويت، العمل السياسي، لكن يبدو أن هناك اتجاهين كان إلى الخارجية وإلى المجلس التأسيسي، كيف قصة هذا التصارع بين الرغبتين؟ والله أخ فيصل أنا ما خططت في حياتي أن أكون دبلوماسي، إنما الظروف. الأخ علي الرضوان كان عنده 6 أشهر بالحقوق، عنده تخلف في مادة أو شيء من هالنوع، وجاء إلى القاهرة وكان يدرس بالقاهرة وخلص تقريبا، بقى عنده علم ورجع بعد ذلك، فسكن معاي في الشقة كصديق، وخلص العلم ماله ورجع. فرجع مسؤول عن أمانة المجلس التأسيسي كأمين عام شيء من هالنوع، فكتب لي ان انا انتظرك انك اذا خلصت اتي على اساس نشتغل مع بعض في الامانه العامه للمجلس التاسيسي. كصديق الموضوع رسخ في ذهني ان انا اروح
مع الأخ علي الرضوان نعمل، وهو محامي معروف وكبير جدا. فلما رجعت كان في ذهني هذا الشيء. خلصنا الدراسة، أنا كان عندي علم، العلم لا يقدم، يعني أنا مخلص سنة الواحد وستين، العلم يقدم في يناير بينما نمتحن في أوغست العادة. نعم. والمتخلف يقدم علمه في يناير على أساس يدخل بعدها الجامعة السنة اللي بعدها. فقدمت العلم في يناير وخلصت وقعدت. فالأخ عبد الله الجار الله، الله يطول في عمره، كان مسؤول ثقافي في ذلك الوقت، في كلمني وقال لي ترى الكويت طالبين ان كل الخريجين اللي موجودين في اي مكان يرجعون للكويت، وماكو الا انت وعبد الوهاب النفيسي موجودين مخلصين وقاعدين، ف يلا تفضلوا روحوا للكويت. عبد الوهاب قال انا ما رايح، انا جيت للكويت. فلما جيت رحت على طول الى وزاره، ما كانت وزارة بطبيعة الحال أو توها من شكل الوزارة، إلى المعارف، وكان الأخ فيصل الصالح هو المسؤول عن البعثات. فقلت له أخ فيصل أنا جاي أخذ أوراقي على أساس بروح مجلس التأسيس. قال والله أنا أوراقي دزيت للخارجية، فتروح للأخ جاسم القطامي اللي هو كان وكيل وزارة الخارجية في ذلك الوقت، وابتدت طبعا الوزارات. صدفة ذهبت أوراقك. إيه راحت هنا. فرحت أنا متحمس على أساس أسحب أوراقي، مقرر أني أنا أسحب أوراقي من الخارجية. رحت لجاسم القطامي وشرحت له أن أنا ترى مدة طويلة في الخارج وما أرغب بأن ألتحق بالخارجية ولا ذاك ولا ذي. قال والله ما حصل لك. ليش ما حصلني؟ وأنا أتناقش معاه دخل شخص فقال له هذا رفيجك. هذا منو؟ وأنا ما أعرف الريال. طبقني من يدي قال لي تعال، وداني إلى غرفة اجتماعات. قال أنا عبد الرحمن العتيجي وأنا سمعت أنك أنت ما تبي تشتغل معي. قلت له أنا مو ما أبي أشتغل معاه، أنا ما بشتغل بالخارجية وأنا عندي ظروف. وهذا قال لا ما عندك ظروف، أنا عارف أهلك زين ولا عندك ظروف ولا شيء، وإحنا رايحين واشنطن، أنا ما أعرف أصلا شنو السفير وشلون يشتغل، وإنت توك متخرج وأحسن لك هناك تكمل وتتعلم لغة وكل هالشغلات وهذا، وتوكل على الله. كانت الوظائف تطرق الأبواب. إي يعني غصبا عليك تقبل. فقبلت، فقمت أدور على أقسام الوزارة للتعرف عليها يعني. وبعد ثلاثة أسابيع أنهينا الدورة، كانت طبعا محدودة، وزارة يعني قسم المراسم قسم الاقتصادي، كان أخ عبد الوهاب التمار مسؤول عنه، أو خالد الخرافي، خالد الخرافي وعبد الوهاب يساعده، وأقسام أخرى. خلصناها في ثلاثة أسابيع وانتهى. وقرروا الخارجية إرسالنا إلى واشنطن في أبريل، فتحركنا في أبريل، يعني الفترة اللي قعدتها يمكن شهرين أو ثلاثة بالكويت بس. وبعدها توجهنا إلى واشنطن. واشنطن عاصمة عريقة كثيرة بالنسبة لنا، احنا جايين من القاهرة. نعم. بغداد، القاهرة، واشنطن، غير هذه العواصم لم ترى شيء؟ لا بطبيعة الحال لما كنا في القاهرة الأفق اتسع، وبطبيعة الحال نعرف عن الدول والصراع الذي كان يدور بين أمريكا وبين مصر وبين مصر وبريطانيا والدول الأخرى، يعني عندنا فكرة لكن لم نعش تجربة معينة. فكنا السفير عبد الرحمن العتيقي، يليه
طلعت الغصين وكان مستشار في ذلك الوقت. هذه أول بعثة دبلوماسية. أول بعثة دبلوماسية واشنطن. إلى واشنطن. نعم. وأول سفير كان هو عبد الرحمن العتيقي. وبعد طلعت الغصين في الله يرحمه جميل الحسني فلسطيني عاش بالكويت وكان يعمل بوزارة الصحة ولغة الإنجليزية كانت ممتازة ويعني أفق الإعلامي واسع جدا، كان رجل قدير جدا. وعيسى العيسى أنا كنت بتلش آخر واحد سكرتير ثالث، وعيسى كان سكرتير ثاني لأنه هو كان جاي من وزارة المالية مجلس النقد أو شيء من القبيل كان في ذلك الوقت. وجميل الحسني كان مدرس لغة إنجليزية وبعدين صار في وظائف أخرى في وزارات الدولة. وطلعت الغصين أيضا معروف أنه كان يعمل أظن في وزارة الأشغال ويعني عمل في مجالات كثيرة. رحنا كلنا مع يعني أنا وعيسى مع بعض إلى لندن، وبعد لندن قعدنا فيها أسبوع وبعدين رحنا إلى واشنطن مترافقين. وكانت تجربة يعني يعتز فيها الواحد، ودامت 3 سنوات. الست أشهر الأولى كانت صعبة، أذكر أني أنا جيت بعد 6 أشهر إلى الأخ عبد الرحمن العتيجي الله يطول بعمره، قلت له أبو أنور أنا استأذنك برجع الكويت. قال لي ليش؟ قلت له والله أنتوا حاطيني في وظيفة أعتقد تلاقون واحد أحسن مني بنص هذا الراتب. فضحك ضحك، قال أنت مستاء من العمل اللي تقوم فيه؟ لا يعني جزء من الموضوع هذا العمل. قال أنا حاطك ومتعمد، حاطك في الصادر والوارد على أساس أن كل رسالة أتي للسفارة راح تقراها وتحط الملخص مالها بطبيعة الحال جايتك بالإنجليزي، وكل رسالة تطلع أيضا أنت بتسجلها وبتحط ملخص لها. فأنا قصدت أن أحطك في أول السلم يعني على أساس تتنقل. طبعا هو عنده خبرة وأنا ريال توني جاي ما عندي فكرة. وفعلا بعد فترة يعني هذه فترة كانت مهمة بالنسبة لي جدا، علمتني كيف يعني تمشي السفارة وشنو الرسائل اللي تطلع منها. بعدين نقلني إلى القسم القنصلي وبعدين نقلني إلى المحاسبة، وكل هذه استفدت منها في حياتي العملية بعد ذلك. إذن ينبغي صعود السلم درجة السلم درجة. ليس قفزا، لأن القفز قد يكسر الرجل. جميل، حتى لا نقفز سوف نقف مع استراحة غنائية ومن ثم نعود إلى عالم التجوال، عالم سعادة السفير غازي الرئيس، ومن ثم نعود لكم. يا سكين الخيام، يا سكين الخيام، بين الربوع الجميلة وبعاد يا سكين الخيام بين الربوع الجميلة قلبي.
أهلا بكم ثانية. سعادة السفير غازي الرئيس، لا شك بأن محطات كثيرة في حياتكم العملية، دول، عواصم، وجوه، شعوب، لغات مختلفة، تعامل اجتماعي مختلف من خلال هذه يعني عملكم في الخارج. بودي أن أقف عند أبرز هذه الأحداث التي صادفتكم وكادت تعصف في المجتمع الذي تعيشون فيه، واشنطن آنذاك، قضية اغتيال الرئيس كينيدي. كيف تعاملتم معه وكيف تصرفتم؟ والله كشاب موجود في بلد عظيم مثل أمريكا في ذلك الوقت، كان الحدث كبير جدا. كيف يقتل رئيس جمهورية بكل الأجهزة الحامية له والمحيطة به بهذه السهولة؟ يعني يقتل ويتهم شخص كان عاش في الاتحاد السوفيتي وتزوج من روسية وتحفظ على هذا الشخص، ثم قتل وهو خارج من الزنزانة إلى السيارة من قبل شخص آخر. كيف دخل هذا الشخص إلى السجن وكيف سمح له بأن يحمل سلاح ويغتال من اغتال رئيس الجمهورية؟ يعني شيء كان كبير جدا ومسلسل كنا ما نشوفه إلا في السينما، وحصل أمامنا. وبعدها هذا الذي قتل القاتل مات في السجن متأثرا بمرض عضال مثل السرطان. فيعني شيء غريب. بعدها قتل أخو الرئيس وهو يحضر نفسه لاستلام رئاسة الجمهورية بعد أخي. يعني شيء كان غير طبيعي وغير مسبوق، ومن قصص الخيال ومن قصص السينما. يعني فهذه أزمة كانت، وأزمة كوبا والصواريخ، فأيضا يعني تعلمنا الكثير من هذه. ورأيتم كيف تدار هذه الأزمات؟ هذه الأزمات كيف يقوم خروشوف بخرق يعني كل الأعراف ويخلع حذاءه ليضرب به على الطاولة، شيء غير يعني معتاد، وليس يعني معروف أنه السياسيين يتعاملون بالكلام اللين وبالحوار وبال يعني المفاوضات وليس بالأسلوب العنيف هذا، إنما يعني شفنا أشياء استفدنا منها. ما السر سعادة السفير في هدوء الدبلوماسيين وكلامهم اللين بينما قد تنتج عن يعني قراراتهم وبعض كلماتهم آثار خطيرة؟ ما السر في ذلك؟ هذا يعني هو الأسلوب المطلوب، أن تقول ما تريد ورغم نتائج، يعني رغم أنه نتائج عنيفة إنما ليونة الكلمة لا تعني أنه أنت لين في كلامك وفي تعاطيك في هذا المجال. يعني عدم الثورة وعدم أعطاء من هو أمامك فرصة لأن يجد ثغرة بحيث أنه يستطيع أن ينفذ ويكسب من حواره معك. هل من السهل أن يصبح المرء دبلوماسيا أم يحتاج الأمر إلى تدريب؟ والله أعتقد أنه التدريب ضروري جدا، والتدريب هو العيش والممارسة والتعاطي في هذا المجال. إنما لا يمكن أن أدرس في ساعة أنه والله يجب أن تكون لين ويجب أن تكون هادي، هذا
كلام ممكن يكون كأساس محاضرة، إنما العيش والممارسة هي التي تعطي الخبرة وتعطي المنطق وتعطي الإنسان الحرفنة فيه في الوصول إلى نعم ما يريد. بعد ذلك انتقلتم إلى بيروت. نعم. من واشنطن إلى بيروت. بيروت كانت عبارة عن غابة تتصارع فيها كثير من الآراء والأفكار والأيديولوجيات، ومن يكسب معركة بيروت فهو يعني دبلوماسي متمكن جدا. ماذا علمتكم بيروت دبلوماسيا؟ بيروت علمتنا الكثير الواقع، وخاصة في ذلك الوقت. يعني أنا لم أكن راغبا في الذهاب إلى بيروت، أنا خريج مصر وكنت أطمع بالعودة إلى مصر مرة أخرى وأتفادى بيروت لما بها من صراعات ومشاكل وكثرة السواح الكويتيين وغير ذلك. إنما بطبيعة الحال ليس هناك خيار للدبلوماسي، الدبلوماسي يقال له تحرك إلى النقطة الفلانية فيتحرك. فتحركت وأنا متألم يعني وغير راضي، إنما كانت يعني رغبتي في أن أعمل مع من كان سفيرا في ذلك الوقت الله يرحمه محمد الغانم، كان سفير في ذلك الوقت. وأنا في طريقي إلى بيروت وقع عليه الاختيار ليكون وزيرا للعدل في الوزارة التي لم يوافق عليها مجلس الأمة، أعتقد صار بعد ذلك مجلس في 67 67 إذا قبل ذلك قبل ذلك إيه قبل ذلك 65 نعم إذن 65 إيه. فلما وصلت، أنا وصلت في 1 أبريل إلى بيروت، وهذه كذبة كبرى. نعم. فتغير الوضع، أن دخل الله يرحمه محمد الغانم الوزارة، ثم استقالت الوزارة لعدم موافقة المجلس عليها، فنقل سعادة السفير خالد محمد جعفر الله يطول بعمره، وكان سفير في بريطانيا ومحال إلى باريس، فجاء إلى بيروت وهو أيضا لم يكن راضيا عن نقله بسرعة، وأعتقد كان السفير الثاني في بريطانيا. فجاء إلى بيروت وعملت معه حتى 67 بعد الحرب. بعدها الأخ راشد الراشد كان منقول من نيويورك للأمم المتحدة ليكون وكيل وزارة الخارجية في الكويت. فمر بيروت وتربطني في علاقة ونعرف بعض، فقال لي أنا أبيك في الوزارة عندي. قلت له حاضر. فبعد أسبوعين، يعني أنا قلت حاضر يمكن بعد 3-4 أشهر 6 أشهر يتم النقل، ما صار 10 أيام أسبوعين لياني نقل إلى الكويت بسرعة. اتصلت فيه، يعني النقل سريع وأنا ماني قاعد في خيمة، قال لا لازم أتيه بسرعة وأخذ إجازة الحين وصفي أمورك وتعال، يعني إذا تفرغ للنقل. فعملت بهذا، أخذت إجازة ونقلت أغراضي بسرعة ورديت للكويت. فأعطاني في ذلك الوقت الإدارة الدولية، نعم، مسؤول عن الشؤون الدولية. طبعا كانت الوزارة صغيرة. وهذا أين كان، وين كان مقرها سعادة السفير؟
وزارة الخارجية كانت في الضاحية في بيت الشيخ عبد الله المبارك الله يرحمه، مقر الصحة المدرسية حاليا أو قريب يم الصحة المدرسية في هذه المنطقة. والمقر الثاني كانت في شارع السور عمارة مرزوق الجاسم. لا شك المقر الثالث اللي هو المقر الحالي. كم بقيتم في الكويت سعادة السفير؟ والله أنا أذكر أني بقيت فترة بسيطة، وكنت مطمئن أني سأبقى فترة طويلة، لكن في ذلك الوقت نقل الأخ محمد العدساني من جدة، كان سفير في جدة وكان سفير ناجح جدا، وبحكم وجودي في الإدارة هذه كنت أقرأ بعض أو أطلع على تقارير اللي يرسلها، فكانت تقارير جدا مهمة وجدا دقيقة، فكنت أعرفها من خلال تقاريره. لما نقل إلى بيروت يسأل في الوزارة منو اللي كان في بيروت، قالوا له فلان كان في بيروت، فجاء يسألني، أنا جاي من جدة وأنا رجل ملتزم دينيا ورايح إلى بيروت، وبيروت معروفة بأنها بلد مفتوح وبلد يعني الناس في ينطلقون كما يشاؤون، ولا أعرف هل سأنجح أم لا في هذا العمل أم لا، لأني ملتزم لا أقدم الخمور ولا يمكن أنني أعمل ذلك، فهل تعتقد أني أنجح؟ لا والله بصراحة إذا ما تشرب ما تقدم هذه حريتك وهذا رأيك، لكن إذا قلت أني لن أدخل مكانا يقدم فيه المشروب فأعتقد أنك ستفشل، لكن أنت لا تقدم ولا تشرب هذا حقك وهذا رأيك، ولا أعتقد أنه أحد راح يعترض عليه أو هذا، فالبلد عبارة عن يعني مسلمين ومسيحيين وفي فئات وفي يعني طوائف، فبالتالي يشرب من يشرب ويلتزم من يلتزم، فاقتنع بهذا الرأي. قال لي بعدين طيب ممكن ترشح لي اثنين من الوزارة انه اطلبهم يروحون معي، فرشحت الاثنين وهو طلع وانا طلعت، رحت الى بنك التسليف على اساس انه الأرض اللي ممنوح لي أكمل الإجراءات. رجعت قالوا لي ترى محمد العدساني يدور عليك. قلت أنا شفته الأخ محمد العدساني، رحت دورت عليه لقيته، ها أبو وائل خير إن شاء الله. قال لي مبروك. قلت له مبروك عليك، أنا ظنيت أنه هو أخذ الترشيح اللي أنا عطيته الاثنين وقدم مو موافقوا له، فيقول لي مبروك على أساس أن اقتراحك مشى. رحت إلى مكتبي قالوا لي راشد الراشد يبيك. رحت حق راشد قال لي ترى أنا مالي شغل الموضوع عند الشيخ صباح. خير صاير؟ قال الشيخ صباح وافق على نقلك إلى بيروت مرة أخرى. ما يصير أنا توني جاي ما صار لي مدة. قال هذا قلت لك تبي تروح روح حق الشيخ صباح. رحت حق الشيخ صباح والله طال عمرك أنا توني جاي وما أمداني أستقر، فنقلي مرة ثانية إلى بيروت. قال والله أنا عطيت الريال كلمة تبي تفشلني؟ قلت لا والله ماني مفشلك. قال خلاص إذن. نعم الدبلوماسي سفر بغير إرادة، كيف وافقت أم فيصل على الارتباط برجل كثير الترحال؟ هي في ذلك الوقت لم تكن مرتبطة
في أنا اخترتها في قبل أن أذهب إلى بيروت في الواقع في الفترة فترة الاستقرار القصيرة القصيرة. هي زميلتي في القاهرة بس أنا كنت في سنة رابعة وهي توها جاية، فكنا نلتقي بالاتحاد لقاء يعني عابر جدا، ما في يعني ما في أي شيء. بعد 10 سنوات التقيت فيها في بيت أخوي، جايين يباركوني هي وأخواتها، بالصدفة أنا موجود. فبعد ما طلعت سألت زوجة أخوي، قلت لها هل فلانة متزوجة؟ قالت لي لا. قلت لها ممكن تسألينها إذا هي مرتبطة بأحد ولا شيء؟ فقالت لي زين. تأخرت في الرد علي 2 أو 3 أسابيع على ما ردت، قالت لي لا، تقول ما هي مرتبطة بأحد، وأنا ما علمتها ليش أسألها السؤال. أعتقد أنها طريقة دبلوماسية أيضا حتى في الزواج، لأن حتى ما تبي أن يعني خاصة اللي ما تربطك في علاقة ولا شيء ولا تعرف مشاعر. نعم. فالزواج فعلا قسمه ونصيب، يعني الواحد يروح يلف ويدور وهذا، فجأة يجد نفسه أنه اختار شريكة حياته بشكل فجائي. نعم. الحديث أو بالأحرى السفر مع الدبلوماسيين لا ينتهي، وغريب المواقف وبعض الأشياء الغريبة التي تحدث أثناء حياتهم هناك وأثناء ممارستهم لعملهم أيضا لا ينتهي. لذلك نقف عند هذا الحد على أن نكون لنا جزء آخر في الحلقة المقبلة لنواصل السفر والسياحة مع سعادة السفير غازي الرئيس بوفيصل. في الحلقة المقبلة بمشيئة الله نكمل المشوار الحافل بالأحداث العظمى إن شاء الله. أحييكم وإلى اللقاء بمشيئة الله. Thank you.